دائما وابدا. طلب السداد والتوفيق والنجاح. اذا هنا الاستعدادات جاريه لتواصل انطلاقاتنا في هذه الفتره والفتره المسائيه التي خصصت لهجن اصحاب السمو الشيوخ. وهنا انطلاقات سن الذاع وسن الابداع وسن الامتاع. الله الله، الانطلاقات تتواصل والتحديات تستمر في هذا المساء هنا مع ابداعات شعارات التي قدمت المستويات الكبيره في هذا اليوم وفي هذا المساء. هناك جميع الاشواط الماضيه ذهبت نواميسها الى شعارات هجن الرئاسه. اذا انطلق في انطلاقه هذا الشوط، وهنا الشوط الحادي عشر ينطلق. اذا الذي يحمل في طياته القعداء المحلي هنالك السته كيلومترات في هذا اليوم وفي هذا الانطلاق، حيث التحديات الكبيره. أتابع الأسماء وأتابع الشعارات ومقدمة الشوط مع شاهين على أول بشعار هجن الرئاسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني أتابع مشكور على المراكز. هنا ينطلق أيضا بشعار هجن الرئاسة لنا عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في هذه اللحظات، بينما ثالث المراكز أتابع في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء أتابع ثالث المراكز في هذه اللحظات. ثالث المراكز إذن في هذه اللحظات أتابع المنطلق من الجانب الآخر. هناك شعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وهنالك فايز بن غفان بن حمد الجابري من يقدمه لنا على ثالث المراكز، بينما رابع التحديات أتابع انطلاقة ووصول في هذه اللحظات صوغان بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابعه هنا على مستوى خامس المراكز، بينما أتابع سادس التحديات. هنا الانطلاق من شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهنالك علي بن راشد بن حمد بن غدير من يتابعه وينطلق معه في هذه اللحظات. أيضا أتابع التواصل وأتابع الانطلاق في هذه الأثناء هنا مع سلهود على سلهود. إذا في هذه اللحظات ينطلق في هذه الأثناء بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وهنالك طارش بن مبارك بن قوبع الحميري من يتابع. أيضا أتابع التسللات وأتابع الانطلاق من مسكت في هذه الأثناء، أو هنالك شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وأيضا هنا استكمالا للنداء الأول أتابع انطلاقة ووصول شاهين بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، وهنالك من يتابع سهيل بن سالم بن سهيل العامري. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط، أتابع الأمور هناك على الصدارة، أتابع التحركات هنا مع تجاوزنا للوحة الأربعة كيلومتر، وهنالك شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة، شاهين على أول المراكز، يعلن الحضور المميز، يعلن التواجد الكبير لشعار هجن الرئاسة في هذا المساء، وحضور شعار البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على أول المراكز، بينما ثاني التحديات أتابع الانطلاق والوصول من مشكور، مشكور على ثاني المراكز ينطلق هنا بشعار هجن الرئاسة، وهنالك البارع، البارع من يتابعه عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، بينما ثالث التحديات أتابع شاهين على ثالث المراكز. هنالك من الجانب الآخر ينطلق بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتمي مع ثالث المراكز ورابع التحديات. أتابع المنطلق رابع المراكز في هذه اللحظات، أتابع سلهود على رابع المراكز ينطلق هنا بشعار سيدي صاحب السمو محمد بن راشد
بن سعيد المكتوم، وهنالك شبل مبارك بالقوة. من يتابع لنا شاهين سلهود ويقدمه لنا بهذا المستوى على رابع المراكز، خامس توتال الى قملول على خامس التحديات، هنا بشعار سمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وهنالك راعي مصيحة من يتابعه فايز بن غفان الجابري على خامس المراكز، سادس التحديات وتابع. وصل شاهين في هذه اللحظات لينطلق بشعار حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن جاوز شاهين في هذه اللحظات لينطلق إلى الصفوف الأمامية، لينطلق إلى المراكز المتقدمة، هنا بشعار هجر الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهي. بينما أتابع في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء انطلاقة ثامن المراكز، هنا في هذه اللحظات المنطلق هنا صوغان بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمني. بينما هنا تاسع المراكز أتابع انطلاقة شاهين، هنا بشمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عيد السبوسي على تاسع المراكز أو ثامنها. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المراكز المتقدمة، هنالك انطلاقة الشواهين، شاهين تسلل إلى أول المراكز، شاهين انطلق إلى مقدمة الشوط، هنا بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا شاهين على صدارة هذا الشوط، متمسكا بزمام الأمور على أول المراكز. والمركز الثاني هنالك شاهين آخر ينطلق للرياسة، وهنا بروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ثالثا أيضا هنالك شاهين ينطلق في هذه اللحظات، أو هنالك مشكور على ثالث المراكز بشعار هجر الرياسة ينطلق ويندفع بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والمنعطف الأخير رابع المراكز، أتابع انطلاقة شاهين على رابع المراكز ينطلق بشعار هجر الرياسة، هنا مع البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن من الجانب الأيمن هنالك شاهين آخر ينطلق في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وسلهود واصل في هذه الأثناء بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بالقوبع من يتابع، وصوغان أيضا ما زال متواجدا في دائرة المراقبة، ينطلق في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفام من يقود الكيل الأخير والكيل الخطير والكيل الكبير وانطلاقة الشعارات. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، هذه على الشاشة مر وعبر واللون الحمر مر وعبر، نعم يقدمها مخرجنا العزيز عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، شاهين على أول المراكز، شاهين على الصدارة، ولكن شاهين آخر هنالك الخطورة من قبل شعار سيدي هنا الشيخ محمد حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير. ولكن الحمر مع مشكور، الحمر مع شاهين، الحمر مع مشكور ومع شاهين. هجن الرياسة تعلن الإبداع، تعلن الإمتاع، والله أداء رايق، أداء كبير من الشعارات الحمراء، من شعارات هجن الرياسة. نعم هذه الانطلاقة وإلا فلا يا محمود، نعم هذه الانطلاقة وإلا فلا يا البارع. إذن هنا شاهين وهنا مشكور، وهنا شاهين ومشكور، الفوز واحد والناموس واحد، وهنا لحظات الوصول والانطلاق.
إذن هنا لحظات الوصول. نعم مشكور، مشكور على هذا الفوز، مشكور مشكور يا البارع، مشكور هجر الرئاسة. إذن مع أول المراكز هنالك عيسى بن أحمد بن مطعد الخيالي، بينما ثاني مراكز شاهين بشعار هجر الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وثالث المراكز أيضا شاهين على ثالث المراكز بشعار هجر الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ورابع المراكز هنالك شاهين بشعار سمو الحمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، وخامسا وصلهم الاول بشعار سمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وفايز بن غفان الجابري من يقدم إذنة الزمني في هذه اللحظات مع لحظات وصول وفوز مشكور باول المراكز. 9:31 ثمانية اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الرئاسة ولمتابعيها ومحبيها وجماهيرها على هذا الفوز. المركز الثاني شاهين بشعار هجر الرئاسة أيضا، وكان معها البروفيسور 9:31 تسعة أجزاء من الثانية على ثاني المراكز. ما ثالث التحديات كان الوصول وكان الانطلاق هنالك من قبل الشعارات المتواصلة، وكان الفائز والحاصل على المركز الثالث هنالك شاهين بشعار هجن الرئاسة، ومعه بن الحمهيمي 9:37 جزئين اثنين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.